استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية هذا اليوم معالي السيد مسرور برزاني رئيس وزراء إقليم كردستان العراق الذي يقوم بزيارة للبلاد. ونقل معاليه إلى جلالة الملك المعظم في بداية المقابلة تحياتي وتقدير فخامة السيد نيجرفان برزاني رئيس إقليم كردستان العراق وتمنياته الطيبة لمملكة البحرين بالمزيد من التطور والازدهار، فيما أبلغه جلالته بنقل تحياته وتمنياته إلى السيد نيجرفان برزاني. ورحب جلالته حفظه الله ورعاه بمعالي رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، واستعرض معه مختلف جوانب العلاقات الأخوية القائمة بين مملكة البحرين وإقليم كردستان العراق وسبل دعمها وتنميتها في كافة المجالات بما يعود بالخير والنماء على الشعبين الشقيقين. كما تم خلال اللقاء بحث القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. من جانبه أعرب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق عن بالغ شكره وامتنانه لحضرة صاحب الجلالة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.